رسالة السلام. تحت شعار مسرح الطفل رسالة السلام، نظمت جمعية سيرفانتيس بشراكة مع منتدى الفكر والثقافة والإبداع مهرجان سيرفانتيس لمسرح الطفل في نسخته الثالثة من 21 إلى 23 مايو الجاري. كنظموا هذا العام الدورة الثالثة مهرجان سيرفانتيس لمسرح الطفل بشراكة مع منتدى الفكر والثقافة والإبداع. هذه دورة ثالثة كتميز بمشاركة مجموعة ديال الفرق مشاركة، سبعة ديال الفرق جاتنا من مختلف مؤسسات. هذه المؤسسات هذه كاينة اللي تابعة للإقليم فاس لانجرا وكاينة اللي تابعة لطنجة أصيلة. كنتمناو الحضور أنه يكون كبير، أن هذا المهرجان هذا إن شاء الله يربي يزيد يستمر للدورات القادمة. كنطمحوا العام الجاي إن شاء الله أنه يصبح مهرجان جهوي، ولما لا إن شاء الله السنوات القادمة أصبح مهرجان وطني إلى دولي. نحن كمنتدى الفكر والثقافة والإبداع نشتغل فيه على شكل شركاء ديال هاد المهرجان مع فرقة مسرح سيرفانتيس للثقافة والفن. الهدف الأساسي هو خلق جو يعني تحريكي لتنشيط المؤسسة التعليمية في المجال المسرحي. اسم المسرحية اللي عملنا محاربة الأمية، واسم الاسم ديالي فطومة، وهذه المسرحية كتهضر على محاربة على النساء اللي جاوا يحاربوا الأمي يحاربوا الجهل، وكنتمنى لكم الفوز من المؤسسة المحل الفاتح. المهرجان يهدف إلى صقل مواهب الأطفال لما للمسرح من دور مهم ومؤثر في بناء شخصية الطفل وزرع قيم سامية من شأنها التأثير إيجابا على مستقبلنا.